السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا نوعين من الرود سيموليتر، جهاز محاكاة الطريق. وصلنا الميجا اللي لونه أحمر اللي بيأخذ يمين وشمال كمان معاه ولفوق ولتحت، تمام. ويصلنا كمان من ماركة الدلتا اللي هو بيطلع كمان لفوق ولتحت وكمان بيأخذ يمين شمال. طبعا أزرار التحكم فيك من هنا إنه تزود الحركة أو تنقصها، هاي هيك بدي أزودها أنا، تمام. طبعا لو شايفين هذا هيك عملية الزيادة، هذا هنا 40 بيصل ل 50، طبعا بصير الحركه ريسيبروكيتنج بشكل سريع جدا. والان انا بنزلها مثلا، شوف قاعد بتنزل شوي عشان ما يعني ما يصير فيه جرك، تمام. هذه النوعيه دلتا وهذه النوعيه الميجا، النوعين يا شباب 4 طن ونص عشان يرهم على كل السيارات. طبعا كل ست بيجي، يعني في حبتين من هذول ثنتين حمر بنفس الشكل هذا على السيارة من قدام، وهذا نفس الاشي بيجي عليه حبتين من قدام وحبتين من وراء، تناسق الالوان مع الرمادي وتناسق الالوان هون الاحمر. والله يعطيكم الف عافية.